السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدي الأفاضل في نشرة الأخبار من تلفزيون السودان. جدد المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي أصدره أمس تأكيده على عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة، مشددا على حسم الممارسات السالبة خارج منطقة الاعتصام. وتردد في عدد من وسائل التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. عليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث عار من الصحة تماما، وقد ظل المجلس العسكري يكرر أنه لا فض للاعتصام بالقوة، أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم، حيث قامت مجموعات بقفل من جزء شارع النيل وبعض الطرق الأخرى، وهذا الأمر مرفوض تماما ويحدث نوعا من الفوضى والمضايقات، وهذا سيجد من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيقا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم. يستأنف المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتقرير مفاوضاتهم اليوم الاثنين، ويبحث الطرفان في الجلسة عددا من الموضوعات المتعلقة بمهام وصلاحيات المجلس السيادي في الفترة الانتقالية، بجانب النظر في نوع الحكم برلماني أو رئاسي أو مختلط. وينطلق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتقرير برغبة جادة في التوصل إلى حلول ترضي الشارع السوداني. تتنسم البلاد هذه الأيام عبق الثورة الشعبية التي غيرت الخارطة السياسية للبلاد، مما يتطلب سرعة البدء في الموضوعات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وصولا لتشكيل المرحلة الانتقالية والتوافق على كل مطلوباتها. ويترقب الرأي العام المحلي مخرجات اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير المرتقب. تترقب قطاعات كبيرة من الشعب السوداني المحصلة النهائية لاجتماع المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير، وذلك بعد تباين وجهات النظر حول جملة من القضايا خلال الأسبوع المنصرم، والتي برزت من خلال سلسلة المؤتمرات الصحفية التي أقامها الطرفان لتنوير الرأي العام بمجريات الأمور لحساسية المرحلة وضرورة وضع المواطن في تفاصيل الأحداث. ووفقا للتصريحات التي صدرت من قوى الحرية والتغيير، يضاف إليها لغة التفاؤل من قبل المجلس العسكري الانتقالي، فإنه لا مناص من ضرورة التوصل لمرتكزات الاتفاق يفضي لإيجاد حلول وإجابات لكل مطلوبات المرحلة الانتقالية. ومعلوم بالضرورة أن الشعب السوداني استبشر خيرا بثورته الظافرة والتي مثلت علامة فارقة في تاريخ البلاد السياسي، فضلا عن الأزمات التي يعيشها في أوضاعه الاقتصادية والسياسية والأمنية. لذلك فإن الأوضاع في البلاد وحالة السيولة التي تعيشها الساحة تحتم على جميع الأطراف الفاعلة سرعة البدء في المواضيع، حتى لا يتطاول أمد أن تكون البلاد بدون حكومة تنفيذية في ظل توالي ارتفاع المشكلات الحياتية، وهي معادلة معقدة ليست في المصلحة الكلية للبلاد. تعدد قنوات الاتصال وعدم وجود جسم موحد أسهم في تقليل فاعلية نتائج التفاوض بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير، إلا أن الأنباء تشير إلى أن قوى الحرية والتغيير توافقت على تكوين كيان موحد برؤية موحدة للتفاوض مع المجلس العسكري، وكل هذه مؤشرات تدفع في اتجاه الاتفاق، مما يزيد مساحات التفاؤل في الوجدان الشعبي بضرورة التآلف والتواصل وصولا لديمومة السلام والاستقرار وتحقيق كل مطلوبات الثورة السودانية في الحرية والعدالة والمساواة والحياة المدنية. أهلا بكم. أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو متانة العلاقات بين السودان ودولة تشاد، وقال إنها مستمرة ولا تتأثر بتغيير الأنظمة، وصفا العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وأزلية.
ذلك خلال اللقاء بمكتبه بالقصر الجمهوري السفير صالح حامد هيجرا سفير تشاد بالخرطوم الذي أوضح أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قدم لهم تنويرا حول الأوضاع بالبلاد وأن هناك مفاوضات مستمرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأكد صالح أن تشاد تتمنى الاستقرار السياسي في السودان خلال الفترة الانتقالية السلبية، وقال إن دولة تشاد تؤيد الخيار الشعبي في عملية التغيير، كما أشار إلى أن عدم الاستقرار في السودان سيؤثر في كل دول الجوار. أكد والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود خلال مخاطبات المسيرة السلمية التي نظمها تجمع المهنيين بالولاية أكد أن حكومة الولاية شرعت في التغيير وهيكلة المؤسسات الحكومية مناديا بتوحيد الكلمة والتمسك بالسلم الاجتماعي والتوجه نحو الإنتاج والإعمار. المدنية خيار الشعب، تحت هذا الشعار سير تجمع المهنيين بولاية غرب دارفور من كافة المؤسسات الحكومية بالولاية مسيرة مطلبية منادين بتطبيق الشفافية في الحكم ومحاسبة رموز النظام السابق، وجملة من الطلبات قدمت لوالي غرب دارفور الذي أكد أن التغيير قد بدأ بالفعل متعهدا باستكمال المطالب. نعم نحن معكم، الثورة انطلقت، الثورة انطلقت، شعارات ترددها الألوف. الآن الوقت بعدان العمل والإنتاج لننفذ هذه المطالب. نحتاج الوقت للعمل. سنبدأ لقد بدأنا بالذين من خلال العديد من القرارات التي صدرت في هذا الشهر، وهنالك الكثير من القرارات التي تنظر لتنظيم وهيكلة كل مؤسسات الدولة. تدافع المهنيين من شتى مجالات العمل بهذا الحجم يؤكد أن الشعب لم يكن راضيا في مسيرة النظام السابق، نظام بقي في الحكم 30 عاما ولم يحقق برأيهم المطلوب. إن جماهير شعبنا ظلت تتابع ما يجري من منسوبي النظام البائد والذين لا زالوا يمارسون أنشطتهم على مستوى مؤسسات الدولة ويتصرفون بممتلكاتها مستغلين الوضع الراهن. ونحن اليوم بتاريخ 12/5/2019 نتقدم بهذه المذكرة والتي تتضمن مطالب مهني الولاية والمتمثلة في الآتي: 1. ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية. ثورة انطلقت شرارتها فعمت البوادي والحضر، وما بين اللحظة والأخرى تزداد الهمم باستكمال مشوار التغيير لتحقيق تطلعات الشعب. أحمد عثمان، تلفزيون السودان، غرب دارفور، الجنينة. دعا رئيس حزب اللوبة مبارك الفاضل البهدي للرجوع إلى الدستور عام 2005 الذي يجايب على الكثير من الأسئلة في الساحة السياسية الراهنة. وأشار مبارك في مؤتمر صحفي أن كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير ارتكبا 7 أخطاء لكل، لذلك يتوجب إعادة النظر في الحلول التي يمكن أن تفضي إلى استدامة السلام والاستقرار في السودان. كما أشار مبارك الفاضل إلى أن العزل والإخصاء يؤدي إلى الاستقطاب السياسي والثورة المضادة. أكد رئيس حزب الأمة الفيدرالي الدكتور أحمد بابكر النهار أن السلام والعدالة الانتقالية والاقتصاد تعتبر من أهم مرتكزات الفترة الانتقالية، وأشار في المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأنباء إلى أهمية الإصلاح السياسي والاهتمام بممسكات الوحدة الوطنية والهوية في ظل دولة القانون لا دولة الحزب. وتحدث في المؤتمر عدد من قيادات الحزب حول ملامح وضروريات المرحلة الانتقالية. أهلا بكم من داخل استوديو الأخبار. نشد والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود المجلس العسكري القومي بتوفير مدخلات الإنتاج، ذلك لإنقاذ الموسم الزراعي. ذلك لدى تروس اجتماع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية جنوب دارفور فيما يلي ترتيبات الموسم الزراعي بالولاية. وعرب الوالي عن أمله في المجلس العسكري وقوة إعلان الحرية والتغيير واتحاد المهنيين للتوصل إلى اتفاق يسهم في استئناف حركة القطارات التي تحمل وقود الزراعة، مجددا الاستمرار في زراعة القمح المطري الذي حقق نسبة إنتاج عالية الموسم الماضي. هو كل الوقود بتاع المشروع الزراعي لسه ما وصلنا،
وإحنا خلاص على مشارف موسم الخريف والأمطار، ولما دار خلال هذا الأسبوع بيبقى صعب إنه تاني يصل، لأنه لو نزلت الأمطار حتنقطع المنطقة الجنوبية مثل تراجون وغرام وجمسون، وهي المناطق اللي بنعاني عليها كثير جدا في الزراعة. فبنناشد إخواننا في المجلس. أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية أسعار الذرة بسوق القطارف، حيث سجل سعر الدبر 3020 جنيها للأردب كأعلى سعر، وأدنى 3000، وبلغ أعلى سعر للفتريتا 2620 جنيه للأردب، وأدناه 2600 جنيه، وأسجل أعلى سعر الصفراء 2620 جنيه للأردب، وأدناه 2600 جنيه، وبلغ أعلى سعر للمجد 2720 جنيه للأردب، وأدنى 2700 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 2580 جنيه للأردب، وأدناه 2570 جنيها، وبلغ أعلى سعر للتترون 3020 جنيها للأردب، وأدناه 3000 جنيه، وبلغ أعلى سعر لودباكو 2920 جنيها للأردب، وأدناه 2900 جنيه، وبلغ أعلى سعر للدخن 3920 جنيه للأردب، وأدناه 3900 جنيه، وبلغت جملة الوارد 18716 جوال ذرة. في الاجتماع الذي عقدته حكومة ولاية وسط دارفور، وجه والي الولاية المكلف اللواء ركن نجم الدين كرار عبيد المديرين التنفيذيين لمحليات الولاية بخفض وترشيد الإنفاق الحكومي ومنع الصرف خارج الميزانية. كما تناول الاجتماع ضرورة زيادة الإيرادات وتفعيل ضريبة القطعان والأطيان وكافة المصادر الإيرادية، وشدد الوالي إلى أهمية المراجعة إلى الدورية لكافة الوحدات الإدارية. كل المدراء التنفيذيين الاهتمام بمعاش الناس من خلال الخدمات المقدمة لهم، سواء كان في مجال التعليم أو مجال الصحة أو مجال المياه أو التعليم، وأكدنا على دور وتفعيل المراجعة الداخلية والمراجعة العام بتكوين لجان تفتيشية، لجان دورية، على أساس أنه تقوم بتقييم وتقويم العمل بالذات في النواحي المالية، والعمل بمبدأ المساءلة والمساءلة، والعمل بمبدأ الولاية على المال العام، مع تحفيز يعني كل العاملين. مسألة التحصيل، كثير جدا من الناس فهموا بأنه هذا التغيير يعني أنه خلاص ما في تحصيل، وأنه المحليات دورها محجوبة وكذا، وكان توجهون الوالي أنه القانون قائم وما في زول يتعدى القانون، و أي زول يعني ما دري يلتزم بهذه القوانين واللوائح يجب أن يتخذ معه إجراءات القانونية. كذلك فيما يتعلق بالتنمية، يمكن أخ الوالي وجه بأنه نصيب المحليات الخاصة بوزارة المالية 40% و60%، أنه على مدراء التنفيذيين أنه يجيبوا مشروعاتهم ويجيبوا الخطط حقيقة اللي يجب أن ينفذ خلال الفترات القادمة، وكل مدير تنفيذ مكلف بأنه يجيب الخطة الخاصة بعملية التنمية. جولاتها المستمرة على محليات الولايات المختلفة، نفذت حكومة ولاية قرب كردفان جولة ميدانية على محليتي أبو الزبد والصنط. أوضح والي قرب كردفان المكلف اللواء ركن عبد الله محمد عبد الله أن الجولة تهدف للاطمئنان على موقف الخدمات والاستقرار بالولاية، داعيا الجميع لتضافر الجهود خدمة لإنسان الولاية. انتهت هذه النشرة، شكرا للمتابعة، دمتم دائما بخير، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.